من كان يتوقع أن الضربة القاضية سوف تأتي من إيران؟ ما قالته إيران على اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء فاجأ العالم. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. شلونكم؟ بخير جماعة، بصحة وسلامة. بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو راح نشوف أول رد رسمي من إيران على اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، والجزائر بصدمة حقيقية ماذا يحدث، وأيضا عنا موضوع هام تابون يصل إلى تركيا، ما هي القصة؟ قبل ما تبتدي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط لك يا جماعة، خل الفيديو انتشر، خلنا بشرسة. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى الضغط على زر لايك لينتشر هذا الفيديو ويحقق نتائج إيجابية، فيرجى دعمنا بالضغط على زر لايك. ودعونا نقول مبروك وهنيئا لنا بأكبر شركة من بريطانيا تستثمر بقلب الصحراء المغربية. نحن نتكلم عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار بالعيون والداخلة. ينتظر أن تشرع مجموعة الشركات البريطانية المشهورة عالميا أوبلين، أعلنت عن استثمارات ضخمة بمدينتي العيون والداخلة تقدر بحوالي 100 مليار دولار، أزيد من 5000 فرصة عمل. وكان مدير الشركة قد أكد على هامش زيارته الأخيرة لمدينة الداخلة أن مجموعة شركة أوبلين بصدد إنشاء سلسلة مصانع رائدة لتصنيع الألواح الشمسية، إلى جانب محطة لتوليد الطاقة الشمسية والريحية بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار دولار، وهو مشروع من شأنه أن يخلق 5000 فرصة عمل. وأوضح مدير الشركة أن هذه الزيارة للصحراء المغربية كانت كافية للاطلاع على فرص الاستثمار والإمكانيات الضخمة. نحن نتكلم عن مؤهلات سياحية، ثقافية، تجارية، بحرية، طاقية بحاضر جنوب المملكة المغربية. عندما نرى هذه الاستثمارات والمشاريع تأتي من بريطانيا وبعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء وبعد بريطانيا وإسبانيا، أصبحنا نتأكد أن الاسم القادم هو بريطانيا، وجميع المؤشرات تؤكد ذلك، خاصة بعد التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعول بريطانيا على المملكة المغربية بتعويض المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على حاجياتها خاصة من المنتوجات الفلاحية. وكما رأينا بريطانيا تخطو خطوات بشكل مسرع من أجل تأمين الطاقة مع المغرب. وعندما نذكر بريطانيا يخطر بالبال سؤال، أين فرنسا؟ هل فرنسا سوف تبقى مختبئة بالزاوية؟ انتصارات المملكة بشأن الصحراء المغربية تحرج فرنسا العاجزة عن اتخاذ قرار صائب. إن كانت فرنسا تدعي أنها حليف قوي للمغرب، أين فرنسا الآن من هذه الأنباء؟ ها هي إسرائيل اعترفت بمغربية الصحراء، وتم تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل لم يمر مدة 3 سنوات. العلاقات مع فرنسا، يجب أن تدفع فرنسا أيضا لاتخاذ هذه الخطوة. وجميع المؤشرات تؤكد اليوم أن هناك ضغط كبير داخل الإليزي، خاصة بعد خروج أصوات سياسية بشكل كبير داخل فرنسا، سواء داخل البرلمان الزلزال الذي أحدثه اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، وأيضا دبلوماسيين فرنسيين يدعون فرنسا للاعتراف الفوري بمغربية الصحراء، وإلا فرنسا سوف تخسر الكثير من المزايا. لطالما قلناها المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، والملك محمد السادس أكد أن العلاقات مع الدول لا تكون إلا تحت نظارة الصحراء المغربية. على سبيل المثال إسبانيا، ها هي إسبانيا اليوم تحصد ما تزرع، والشركات الإسبانية أصبح لديها الأفضلية بالاستثمارات بالمغرب. وبما أننا ذكرنا إسبانيا، بينما تبون يراقب بصمت
ارتفاع صادرات الغاز الجزائري إلى المغرب ب 1400%، زيادة قدرت 1400% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، وتقريبا بحدود قدرة الضخ الشهرية. هذه هي الأرقام الرسمية الحالية لتصدير الغاز الطبيعي من إسبانيا إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغربي الذي ينقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا، والذي تقرر إغلاقه بعد أن قامت الجزائر بقطعه من جانب واحد، وقرر فتح خط أنابيب الغاز مرة أخرى بوجه المغرب، مما أدى إلى زيادة جنون أبواق الجزائر الذين يراقبون بصمت. ووفقا للصحافة الجزائرية، فإن القادة الجزائريون لا يزالون بحالة من الصدمة، حيث ارتفعت أرقام تصدير الغاز الجزائري عبر خط الأنابيب الذي أغلقوه بقصد خنق المغرب بشكل قياسي، وهي على بعد خطوة واحدة من الحد الأقصى للقدرة التي هي 960 جيجا واط بالساعة شهريا، فيما وصلت نسبة الضخ بالوقت الحالي 840 جيجا واط بالساعة بشهر يونيو المنصرم. ومن هنا نعلم أن ما تفعله الجزائر ينقلب عليها، وأفعالها العدائية تنعكس عليها. ولكي تصبح الصدمة صدمتين، اسمعوا ما قاله بيدرو سانشيز الآن. بيدرو سانشيز يقول: موقف إسبانيا من قضية الصحراء معترف به بمجلس الأمن. أعلن بيدرو سانشيز أن الموقف الجديد الذي اتخذته إسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، الذي يؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معترف به بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أورد سانشيز بمقابلة أجراها مع قناة تي في إي التلفزيونية الإسبانية أن موقف بلاده مشابه لموقف مجموعة من الدول الأوروبية الذين غيروا أيضا موقفهم من القضية، وكذلك كموقف بعض الحلفاء الرئيسيين من قبل أمريكا ألمانيا، مشيرا أنه يرى أن الأمر الأكثر أهمية هو أنه في النهاية يجب إيجاد حل. وبنفس الطريقة نفى بيدرو سانشيز انعدام الشفافية بالاتفاقيات المبرمة مع المغرب بهذا الشأن. وهاجم بيدرو سانشيز خصومه السياسيين وبعض الصحفيين لأنه على حد قوله تم تجاوز العديد من الخطوط الحمراء، وتم قول العديد من الأشياء مثل أن زوجته كانت متورطة بشبكة لتهريب المخدرات بالمغرب. تأتي تصريحات سانشيز ردا على تصريحات منافسه فيخو رئيس الحزب الشعبي وزعيم المعارضة، التي قال فيها قبل أيام إن الحزب الشعبي لا يعرف شيئا عن الالتزامات التي تعهد بها بيدرو سانشيز مع المغرب. تصريح بيدرو سانشيز الآن يعتبر هام جدا. لماذا؟ لأنه يقول إن اعتراف إسبانيا معترف به بمجلس الأمن، وهذا ما كنا نقوله دائما، اعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء لا يتعلق بأشخاص، بل هو اعتراف من الدولة الإسبانية ذاتها. وبعد هذا التصريح من بيدرو سانشيز، أحلام الجزائر تتبخر. نعم، الجزائر التي تتجه إلى المجهول وما زالت تتكبد الخسائر، كان آخرها الشركات الإسبانية التي انسحبت من الجزائر اتجاه المغرب، والآن نرى تبون من داخل الصين يتوسل الشركات الصينية لكي تستثمر بالجزائر. أقل ما يقال عنها أنها فضيحة. أي عرض هذا يقدمه تبون؟ تابون يلجأ للعملاق الصيني للتكنولوجيات الحديثة بالعالم، نحن نتكلم عن هواوي. التقى تابون خلال زيارته بالصين الهواوي الصيني، والأمر الغريب أن تابون قدم عروض واتفاقيات وإغراءات للهواوي فقط من أجل أن يأتي ويستثمر بالجزائر. ودعا تابون إلى شراكة استراتيجية حقيقية بين الجزائر والصين، خاصة هذه الشركة العملاقة. من هنا نتأكد أن الجزائر تعيش بحالة من الافتقار الكامل. ماذا يعني أن نرى رئيس دولة الجزائر يتوسل شركة صينية من أجل أن تأتي وتستثمر بالجزائر؟ وهذه أقل ما يقال عنها أنها فضيحة كبيرة. الآن ها هم أكاديميون جزائريون يقولون
بيان الخارجية الجزائرية ضد الاعتراف الإسرائيلي هو تعبير عن الفشل. شكل الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء ضربة موجعة للسلطات الجزائرية، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها وتعبر عن طريق بيان غريب وعجيب، أي أن أبواق الجزائر تحاول الهروب إلى الأمام. والكارثة التي وقعت الجزائر بها هو أن هذا البيان يؤكد بالملموس أن الجزائر تعترف أنها الطرف الرئيسي بهذا النزاع المفتعل. تخبط النظام الجزائري يدل عن افتقاده لفكر استراتيجي وسياسي ولرؤية متبصرة حول إيجاد حل لهذا النزاع، وهو الذي يمتهن سياسة الهروب إلى الأمام نظرا لأنه لا يمتلك الإقناع والحجة أمام المنتظم الدولي. هذا البلاغ التي أصدرته الخارجية الجزائرية هو بيان البؤس، بلاغ يعبر عن بؤس هذا النظام ومحاولة أن يظهر بمظهر المدافع عن القضية الفلسطينية، بحين أن تاريخ علاقته بفلسطين كانت دائما عبارة عن الإعلان عن مواقف بشعارات جوفاء دون ترجمتها لأي دعم سياسي أو عيني أو مالي للقضية الفلسطينية ولشعبها. أساسا هذا البيان يعتبر تدخل سافر بشؤون الدول. أولا، وما شأن الجزائر أن قامت إسرائيل بالاعتراف بمغربية الصحراء؟ ثانيا، وما شأن الجزائر أن قام المغرب بعودة علاقاته مع إسرائيل؟ المغرب لديه قرارات سيادية ولا يحتاج لكي تأتي الجزائر لتملي علينا ما نفعله. اللهم إذا كان هذا النظام يعتبر نفسه هو الوصي على الملف وصاحب المصلحة فيه، ويعتبر أي تقدم إيجابي لصالح المغرب فيه إضرارا بمصالحه التي خلقها من خلال عرقلته التوصل لحل سياسي عادل مستدام على أرضية مبادرة الحكم الذاتي. السؤال الذي يطرح هذا البيان، لماذا لم يأتي به أي نقد مباشر لإسرائيل، بل تحدث عن إسرائيل بجملة عريضة جاءت بمقدمة البيان وبتركيزه على المغرب يتأكد منه أمرين. الأمر الأول يتعلق بكون الجزائر لا مشكلة مباشرة لها مع إسرائيل، بل تؤكد الجزائر من خلال هذا البيان نفسه أنها مستعدة لإقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل، خاصة أن الجزائر تعتبر أن مشكلتها الأولى هي المغرب، وأن سبب وجوده واستمراريته لا يمكن إلا أن تكون بارتباط مباشر بإثارة كل نعرات العداء اتجاه المغرب. هذا البيان يدخل ضمن سلسلة المواقف التي ظل يعبر عنها العسكر الجزائري، وهي مواقف لا أثر لها على المسلسل السياسي الذي تبنى مبادرة الحكم الذاتي، كما أن هذه المواقف لم تثني الدول على موقف اعترافها بمغربية الصحراء. هذا البيان يؤكد بالملموس أن الجزائر لا تريد لهذا النزاع أن ينتهي، طبعا لأنها ترعى جماعات إرهابية انفصالية مهمتها زعزعة استقرار المنطقة، والجزائر أطماعها التوسعية لمنفذ على الأطلسي. لكن هيهات، الجزائر التي تتمسك بالأطروحة المشروخة ليس حبا بالسكان الذين هم على أراضي تندوف، بل لغاية بنفسها يعقوب. والسؤال الذي يجب أن يطرح الآن، لماذا أصيبت أبواق الجزائر بالسعار والبوليسارو الانفصالية بالبكاء والنواح؟ الجواب، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يقزم حضور البوليسارو بإفريقيا. هذا الاعتراف من شأنه أن يقزم حضور الجبهة الوهمية بالساحة الأفريقية، ويتسبب بطرده من منظمة الوحدة الأفريقية التي تتواجد بها، كونها غير معترف بها من قبل المنظمات الدولية. إن هناك محددات أساسية في هذا الموضوع. أولا، هو المحدد القانوني، حيث إنه تم الاتفاق بين المغرب وأمريكا وإسرائيل بإطار تضمن الاعتراف بمغربية الصحراء من لدى أمريكا، ولم يكن مستبعدا أن يوازيه الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء. ثانيا، إن هذا الاعتراف هو أقرار لحق موجود طبعا بإطار التدافع على المستويين الدولي والقانوني، لأن هناك دولا تدعم الجزائر لتقسيم المغرب، ودول أخرى تدعم المغرب للحفاظ على وحدته الترابية.
هذا يأتي بإطار التدافع بين الدول التي هي أعضاء في الأمم المتحدة. مهم أن يكون للمغرب أصوات متعددة داعمة وضامنة له على المستوى الدولي. وما يثبت أن الجزائر بصدمة كبيرة، رأينا تبون كيف أنه بالصين قادم من روسيا، والآن تبون بتركيا. ما هي القصة؟ تبون بتركيا، والموقف التركي حول نزاع الصحراء سوف يكون أوضح. بدأ اليوم تبون زيارة رسمية لتركيا تمتد ليومين، وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون غادر الصين إلى تركيا بزيارة عمل 21 و 22 يوليوز، حيث سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المنتظر أن الجانبين الجزائر والتركي سوف يناقشوا عدد من الملفات التي تستأثر باهتمام البلدين بحال العلاقات الثنائية وتعزيزها، ومسائل أخرى أقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك بحال الوضع بالشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية والملف الليبي والوضع باليمن ومالي والسودان. ووجود تبون بتركيا يمكن أن يعطي فكرة واضحة على الموقف التركي من نزاع الصحراء، لأن الجزائر في كل مرة تقحم ملف الصحراء المغربية بأي زيارة يقوم بها تبون. فكما رأينا ملف الصحراء كان حاضر بروسيا وكان حاضر بالصين. وهذه التحركات التي تأتي من تبون تؤكد التخبط الكبير التي تعيش به الجزائر، خاصة بعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. وبما أننا ذكرنا هذا الاعتراف، الآن على الفور دعونا ننتقل إلى إيران. كيف استقبلت إيران هذا الاعتراف؟ عاجل، صدمة بالجزائر. والسبب: إيران مهتمة بشكل غير مسبوق بالاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء. جميع وسائل الإعلام الإيرانية تتداول خبر اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء بشكل واسع للغاية. فما هي القصة؟ على ما يبدو إيران هي الأخرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ موقف صريح اتجاه الصحراء المغربية. مناسبة هذا الحديث، وسائل إعلام إيرانية ومن بينها الميادين سلطت الضوء على الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، وصفة هذا الاعتراف بأنه نقطة تحول هامة جدا بالدبلوماسية المغربية. ووصفت إيران هذا الاعتراف بأنه تطور لافت على صعيد اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل. وأيضا أكدت إيران إن المغرب نجح بفرض شروطه، أي أنه لم يقبل انعقاد قمة النقب من بعدها تعترف إسرائيل. ومن هنا نعلم أن المغرب يرفض سياسة الابتزاز. وأكثر من ذلك، أيضا إيران قامت بقراءة تحليلية حول اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، وأكدت أن هذا الاعتراف سوف يفتح آفاقا واعدة للاستثمارات الإسرائيلية بالمغرب. وهذا الاعتراف يعتبر ثمرة مسلسل من المفاوضات انطلقت منذ 2020، وصفة هذا القرار بليس مفاجئ، حيث منذ مدة المغرب يعمل على انتزاع هذا الاعتراف من إسرائيل، والدبلوماسية المغربية نجحت بخطواتها. ما نسمعه الآن أمر مهم للغاية. إيران منذ أشهر أرادت أن تعيد العلاقات مع المغرب، وها هو اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء يتصدر الصحف الإيرانية، وتقوم إيران بدراسات تحليلية حول هذا الاعتراف. وبالتالي جميع المؤشرات تقول إن الرسالة وصلت جيدا لإيران، وعلى ما يبدو ليس ببعيد، لم يتبقى إلا أيام معدودة ونسمع أخبار مفرحة من إيران، ألا وهو سحب الاعتراف من الجبهة الانفصالية وعدم دعم هذه الجبهة بالأسلحة، لأن هذه هي شروط المغرب لإعادة العلاقات مع إيران، وإيران ترغب بإعادة العلاقات مع المغرب، والسبب لتخلص من عزلتها. المغرب اليوم يشكل قطبا قاريا، ما جعل إيران تطمح إلى عودة علاقاتها مع المملكة. ليس من مصلحة إيران الاستمرار بقطيعتها مع المغرب، خاصة بظل استراتيجية الانفتاح التي تبناها مع مجموعة من الدول الكبرى بعيدا عن شركائها التقليديين. وتؤكد المصادر أن انعكاسات عودة العلاقات الإيرانية السعودية على المغرب كانت مؤشرا على نهج سياسي جديد لدى الجانب السعودي، ما يمكن أن يؤثر إيجابيا بتليين دعوة العلاقات الإيرانية
المغربية. عودة العلاقات الإيرانية المغربية معناها أن الرباط ستبني مسارا جديدا بعلاقتها مع طهران، بالوقت الراهن سيكون المغرب سباقا إلى تليين الخطوة الإيرانية، كما أن تدخل إيران بقضية الصحراء ودعمها لميليشيات البوليسارو يشكل عائقا حقيقيا الأمر الذي يلزم طهران بنهج سياسي جديد اتجاه المنطقة المغربية. هذا الأمر الذي تكلمنا عنه يعتبر أمر هام جدا. إيران تدرس وبشكل مباشر سحب دعمها لجمهورية الوهم، لأنه هو الحل الوحيد لعودة هذه العلاقات مع المغرب. ونقولها الصحراء مغربية إلى رسل الأرض وما عليها. وعلى ما يبدو هذه الأخبار لن تعجب أبدا قصر المرادية والبكاء داخل المخيمات، لأننا عندما نقول إيران إن أصبحت من الأسماء الدول التي تسعى باعترافها من جمهورية الوهم فهذا يعني الكثير. والآن يبقى السؤال، ما هي أسرار الاهتمام الإيراني بالمغرب؟ ما هي الدوافع الحقيقية لرغبة إيران وحول سر الاهتمام الإيراني بالرباط وفي هذا التوقيت بالضبط؟ في هذا الصدد سلطت ورقة سياسية صدرت حديثا عن مركز الحائط العربي الضوء على هذه الدوافع، مؤكدة أن هذا التحول المفاجئ بالموقف الإيراني يرتبط أساسا بالتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، حيث يأتي بظل التوتر التي تشهدها المنطقة رغبة إيران بتعزيز العلاقات مع المغرب، أولا باستثمار خيار التهدئة بمنطقة الشرق الأوسط، إذ ثمت قناعة متزايدة لدى دول المنطقة بأهمية احتواء الصراعات والنزاعات، خاصة أن عقودا من الصراعات المسلحة سواء باليمن والعراق لم تسفر سوى عن الدمار. ومن ثم فقد كان خيار التطبيع بين العرب وإيران بديلا للصراع والتنافس الإقليميين. الورقة السياسية سالفة الذكر أيضا تضمنت تحديات التقارب المغربي الإيراني المحتمل، حيث تواجه المبادرة الإيرانية جملة من العقبات أهمها موقف طهران من الوحدة الترابية للمملكة. نحن نعلم أن إيران والجزائر تربطهما علاقات وثيقة، حيث تستفيد إيران من التوتر المغربي الجزائري بزيادة مبيعات العسكرية إلى الجزائر. ومن ثم من المحتمل أن يثير التطبيع الإيراني مع المغرب مخاوف الطرف الجزائري الذي قد ينظر إلى هذا التطبيع على أنه بداية لتحول موقف طهران من قضية الصحراء المغربية أو حتى الاصطفاف مع الرباط بالقضايا والملفات مسار الخلاف. وخلصت الوثيقة إلى أنه رغم هذه التحديات فإن سيناريو عودة العلاقات المغربية الإيرانية لا يبدو مستبعدا، كما يمكن توقع عودة هذه العلاقات بشكل تحافظ فيه طهران على موقف برغماتي اتجاه الوحدة الترابية للمغرب بشكل يسمح لها بموازاة علاقاتها مع كل من الجزائر والرباط، غير أنه من المستبعد حدوث صفقة سياسية إيرانية مغربية تضمن اعتراف طهران بمغربية الصحراء مقابل دعم الرباط للبرنامج النووي الإيراني. ونقول شكرا لك لحد وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تشلون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية، نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة وهكسنا كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.